لأنهم قدوتنا ومثلنا الأعلى، لأنهم شعلة الحياة التي تتوهج في قلوبنا إيماناً وإصراراً وإرادة لا تلين، ولأن الوفاء لتضحياتهم هو عهدنا الذي قطعناه على أنفسنا وصغناه قسماً غليظاً. لأجل كل هذا نحن على عهد جيل نوفمبر، ولأجل كل هذا نحن خريجو مدرسة ومؤسسة نوفمبر. نوفمبر الذي وإن لم يكن لنا شرف الإسهام في صناعته، فيكفينا أن نعتز ونفتخر بالانتماء إليه والسير على دربه. وإنه لا يجدر أمام هذا المشهد المهيب أن نجدد تقدير الأمة لدرع الجزائر، جيشنا الوطني الشعبي حامي اللواء جيش التحرير، الذي نشهد معه باعتزاز ما أحرزه من مكاسب وإنجازات عظيمة. وهي لحظة تحمل إلى جانب ذلك معاني الوفاء للشهداء ولرسالة نوفمبر الخالدة. جيش وطني شعبي، سريل جيش التحرير الوطني، سريل لأنه لا مصلحة تسمو فوق مصلحة الوطن، سريل لأن عهده ووفاءه خالص للجزائر المستقلة القوية مهابة الجانب. ولأجل كل هذا يبذل جيشنا الوطني الشعبي الجهود الكبيرة لأجل الارتقاء بمستوى الاستعداد القتالي والجاهزية إلى أعلى مستوياتها، دفاعاً عن جزائر الشهداء ووفاءاً لكل تضحياتهم. نسجل بارتياح كبير تجسيد كافة الأهداف المسطرة في توجيهات تحضير القوات لسنة 2021-2022، لا سيما فيما يتعلق بالصقل ورفع الكفاءات التكتيكية العملياتية والقدرات القتالية الحقيقية من الناحية الفردية والجماعية. كما نفذت في هذا الإطار تمارين تكتيكية بالذخيرة الحية في الليل كما في النهار، تحاكي سيناريوات قريبة من الواقع، حققت الأهداف المرجوة والتي أبرزت مرة أخرى مستوى التحضير العالي لوحدات قوام المعركة للجيش الوطني الشعبي، وكذا الجاهزية العملياتية لمواجهة أي تهديد مهما كان نوعه أو مصدره. قوة الجيش الوطني الشعبي يستمدها أيضاً من علاقة الثقة الكبيرة بين الشعب الجزائري وجيشه، ثقة يعتز بها كل فرد من أفراد قواتنا المسلحة. جيش وطني شعبي لا يبتغي مجداً ولا يروم سؤدداً، فيكفيه من المجد انتسابه لسليله جيش التحرير، ويكفيه من الفخر والشرف أن يكون أهلاً لثقة الشعب به. هذا علمنا، نضعوا أمانة في أعناقكم، واحفظوا الأمانة وصون الوادية ودافع حتى آخر قطعة من دمائكم. نحن أهل للوادية، صدورنا دروع منية، بالدم والروح نفديها وبالعلم والسلاح نحميها. تشاهدون في هذا العدد من حصة وعقدنا العزمة الحدث السيد الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي يستقبل رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة السودانية.
مواصلة لزياراته الميدانية السيد الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي في زيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الخامسة. كما أشرف السيد الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي على تنفيذ التمرين التكتيكي بالرمايات الحقيقية إعصار 2/2022 بالقطاع العملياتي شمال شرق إنميناس. ركن من الميدان الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني يستقبل الفريق المستقل رفيع المستوى لمنظمة الأمم المتحدة. ركن من تاريخنا يتطرق لثورة نوفمبر 54/900 مسيرة كفاح نموذج صمود. بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي استقبل السيد الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي يوم 22/2022 الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة السودانية الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر على رأس وفد عسكري هام. تطرق الطرفان خلال هذا اللقاء الذي حضره الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وقادة القوات ورؤساء الدوائر ومديرين مركزيين من أركان الجيش الوطني الشعبي ووزارة الدفاع الوطني وكذا سفيرة السودان بالجزائر وأعضاء الوفد العسكري السوداني إلى السياق الأمني الإقليمي، حيث أكد على ضرورة تنسيق الجهود من أجل رفع التحديات الأمنية المعترضة فضلاً عن إيجاد السبل الكفيلة بتعزيز علاقات التعاون بين البلدين، كما تبادل وجهات النظر حول المسائل ذات الاهتمام المشترك. بهذه المناسبة ألقى السيد الفريق أول كلمة رحب في بدايتها بالوفد الزائر مؤكداً أن هذه الزيارة ستشكل دون شك فرصة للطرفين لتبادل وجهات النظر حول الوضع السائد في الساحة الدولية عموماً وفي القارة الإفريقية على وجه الخصوص. السيد الفريق أول أكد كذلك تطلعه للعمل معاً على توطيد العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين وكذا من خلال بعث نشاطات التعاون البيني الكفيل بالاستجابة لمتطلبات الوضع الراهن في المنطقة الإقليمية ورفع التحديات الأمنية المشتركة. أؤكد لكم تطلعاتنا للعمل سويا لتوطيد أواصر العلاقات التاريخية التي تربط بلدينا الشقيقين لا سيما من خلال بعث نشاطات التعاون البيني الكفيل بالاستجابة لمتطلبات الوضع الراهن في المنطقة الإقليمية ورفع التحديات الأمنية المشتركة التي نواجهها، كما أنني على يقين أن التبادل المستمر للزيارات والاحتكاك بين القوات المسلحة لكلا البلدين سيزيدان من فرص بلورة وتحديد مجالات التعاون الثنائي ويسمحان بإعطائه الزخم المطلوب والبعد المرجو. في ختام اللقاء تبادل الطرفان هدايا رمزية ليوقع بعدها السيد الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين على السجل الذهبي لأركان الجيش الوطني الشعبي. بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي استقبل السيد الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي يوم 22/2022 السيد يوغوسلاف بيتكوفيتش مدير الشركة السربية يوغو أمبورت. خلال هذا اللقاء الذي حضره ألوية وعمداء بوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي وكذا أعضاء الوفد الصربي، أجرى الطرفان محادثات تناولت حالة تقدم التعاون العسكري بين البلدين وبحث سويا السبل والوسائل الكفيلة بتعزيزه أكثر فأكثر والارتقاء به إلى المستوى المأمول.
في ختام اللقاء تبادل الطرفان هدايا رمزية. الصناعة في المؤسسة العسكرية مجال استراتيجي يحظى برعاية كبيرة من لدن القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، نظرا لحيويته ودور جل مختلف المركبات والوحدات الصناعية في تلبية حاجيات الجيش الوطني الشعبي، وكذا مساهمتها في التنمية الاقتصادية وتقليص فاتورة الاستيراد. ومن منطلق أهمية ودور هذه الوحدات والمركبات الصناعية، قام السيد الفريق أول السيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بزيارة عمل إلى الناحية العسكرية الخامسة، أين التقى بإطاراتها وأفرادها وعاين مختلف الوحدات والمركبات الصناعية المتواجدة بإقليم الناحية. بمقر قيادة الناحية عقد السيد الفريق أول لقاء توجيهيا مع إطارات ومستخدمي الناحية، حيث ألقى كلمة توجيهية تابعها جميع أفراد الناحية عبر تقنية التحاضر عن بعد، أكد فيها أن روح نوفمبر وقيمه الثابتة والخالدة هي وحدها القادرة على تجنيد شباب الجزائر وشحذ هممهم وتقوية عزائمهم وتحفيزهم على المساهمة الفاعلة في بناء وطنهم. السيد الفريق أول أكد أن رعاية السيد رئيس الجمهورية تندرج في إطار ترسيخ المرتكزات الداعمة لأمن الجزائر وقدرات دفاعها الوطني، مشددا على أن الجزائر ستبقى شامخة بفضل الوطنيين من أبنائها المخلصين. خلال اليوم الثاني من زيارته إلى الناحية العسكرية الخامسة، قام السيد الفريق أول السائد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بزيارة عمل وتفتيش إلى مجمع ترقية الصناعة الميكانيكية بعين سمارة بقسنطينة وبعض مؤسسات الصناعة العسكرية بإقليم الناحية العسكرية الخامسة. فبعد مراسم الاستقبال ورفقة اللواء نور الدين حنبلي قائد الناحية العسكرية الخامسة واللواء سليم جريد مدير الصناعات العسكرية، التقى السيد الفريق أول بإطارات ومستخدمي مجمع ترقية الصناعة الميكانيكية، أين ألقى كلمة توجيهية تابعها أفراد المؤسسات الصناعية المتواجدة بإقليم الناحية العسكرية الخامسة عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، أكد فيها أن القيادة العليا تسعى دوما إلى ترقية الصناعات العسكرية بمختلف فروعها وتخصصاتها، وتحرص على تحقيق القدرة على التكفل الذاتي بمهمة تطوير وصناعة عتاد وتجهيزات الجيش الوطني الشعبي بما يسمح بالاعتماد على النفس في هذا المجال الحساس. السيد الفريق أول أضاف أنه بفضل الجهود المخلصة تحققت كل هذه الإنجازات على مستوى جميع مكونات الصناعة العسكرية، وتجمعت لدى الجيش الوطني الشعبي معالم ومؤشرات الجيش الناجح والقوي الذي يفتخر بالمهام العظيمة الموكلة إليه. إثر ذلك، قام السيد الفريق أول بتفقد وتفتيش مختلف ورشات مجمع ترقية الصناعة الميكانيكية وعدد من المؤسسات الصناعية بإقليم الناحية العسكرية الخامسة. في إطار متابعة مدى تنفيذ برنامج التحضير القتالي عبر كافة وحدات الجيش الوطني الشعبي، قام السيد الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي يوم 14 نوفمبر 2022 بزيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الرابعة.
استهلت الزيارة من القطاع العملية شمال شرق إنميناس، حيث وبعد مراسم الاستقبال ورفقة اللواء عمر تلمساني قائد الناحية العسكرية الرابعة، التقى السيد الفريق أول بالإطارات والمستخدمين، أين ألقى كلمة توجيهية تابعها مستخدمو جميع وحدات الناحية العسكرية الرابعة عبر تقنية التحاضر عن بعد، تطرق فيها للإنجازات التي ما فتئت تحققها الجزائر على جميع الأصعدة على غرار النجاح الباهر في تنظيم الدورة العادية 31 لجامعة الدول العربية، وهي إنجازات يضيف السيد الفريق أول تبعث على الافتخار بما تحقق وتدفع الوطنيين المخلصين إلى المضي قدما نحو تحقيق المزيد من النجاحات. السيد الفريق أول أكد في ذات السياق بأن الجيش الوطني الشعبي سيواصل العمل بكل تفان وإخلاص من أجل دعم والمحافظة على هذه المكاسب الوطنية المحققة بفضل جهود الجميع وبفضل قوة ومتانة اللحمة بين الشعب ومؤسساته الدستورية. وفي هذا السياق نؤكد أننا في الجيش الوطني الشعبي سنواصل العمل بكل تفان وإخلاص من أجل الدعم والمحافظة على هذه المكاسب الوطنية الثمينة المحققة بفضل جهود الجميع وبفضل قوة ومتانة اللحمة بين الشعب ومؤسساته الدستورية، هذه اللحمة التي نعتبرها مكسبا ثمينا سيزيدنا قوة وحرصا على خدمة المصالح العليا للوطن وعزماً على مواصلة مشوارنا التطوري الواعد. في ختام اللقاء أسدى السيد الفريق أول جملة من التعليمات والتوجيهات للمستخدمين حول ضرورة إيلاء جهد التحضير القتالي وبلوغ الجاهزية التامة والاهتمام المستحق الذي يليق بقداسة المهام الدستورية الموكلة للجيش الوطني الشعبي، معرباً عن ثقته الكاملة بأن ذلك ليس بالصعب ولا بالبعيد المنال متى توفرت الإرادة وسكن الإيمان والإصرار قلوب أبناء الجزائر المخلصين. إعصار 2022 شعار التمرين التكتيكي البياني بالذخيرة الحية الذي أشرف على تنفيذه السيد الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي يوم 15 من الشهر الجاري على مستوى حقل الرمي والمناورات بإقليم الناحية العسكرية الرابعة، تمرين حمل في طياته رسائل مشفرة لكل من يتربص السوء بهذا الوطن، مفادها بأن الجيش الوطني الشعبي جاهز في كل وقت وحين للرد بقوة على كل تهديد، وأنه لا خوف على الجزائر ما دام جيشها الوطني الشعبي حاملا لراية الدفاع عن كل شبر من ترابها الطاهر. في البداية استمع السيد الفريق أول رفقة السيد اللواء قائد الناحية العسكرية الرابعة إلى عرض قدمه السيد اللواء قائد القطاع العملية شمال شرق إنميناس، تضمن الفكرة العامة للتمرين ومراحل تنفيذه. وبميدان الرمي للقطاع العملية تابع السيد الفريق أول عن كثب الأعمال القتالية التي قامت بها الوحدات البرية والجوية والدفاع الجوي عن الإقليم المقحمة، وهي الأعمال التي اتسمت باحترافية عالية في جميع المراحل وبمستوى تكتيكي وعملية عالي المستوى، يؤكد مرة أخرى جدية الأعمال المنفذة سواء على مستوى التخطيط أو التنفيذ، ويعكس الكفاءة العالية للإطارات في مجال تركيب وإدارة مختلف الأعمال القتالية ومهارة وقدرة الأفراد على التحكم في استعمال مختلف منظومات الأسلحة والتجهيزات الموضوعة في الخدمة، وهو ما أسهم في تحقيق الأهداف المسطرة. التمرين البياني إعصار 2022 أبان على مدى جاهزية واحترافية وحدة الجيش الوطني الشعبي
كقوة رادعة تملك كل مقومات السيطرة والتصدي لأي تهديدات محتملة على ترابنا الوطني. التمرين البياني إعصار 2022 اتسمت جميع مراحله باحترافية عالية وبمستوى تكتيكي وعملياتي ممتاز، يعكس الجاهزية العملياتية العالية للأطقم والأفراد على كافة المستويات، خاصة فيما تعلق بالاستغلال الأمثل للميدان والتنسيق العالي المستوى بين مختلف الوحدات المشاركة. التمرين البياني عرف تنفيذ عملية إنزال تكتيكي بالحوامات لأفراد قواتنا الخاصة في عمق العدو، أبان فيها المشاركون على التحكم والتنسيق المحكم في مثل هذه الأعمال القتالية التي تتطلب السرعة والدقة في التنفيذ. إن نجاح هذا التمرين بالذخيرة الحية إعصار 2022 على المستويين التكتيكي والعملياتي في مختلف وحدات أنواع القوات وأصناف الأسلحة هو ترجمة حقيقية وميدانية للجهود المبذولة من طرف كل المنفذين والمتدخلين لبلوغ الاحترافية العالية تجسيداً للأهداف السامية للجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني. في هذا اليوم من هذا الشهر المبارك العزيز على قلب كل جزائري مخلص غيور على وطنه، نفذت وحدات اللواء 41 مدرع تمريناً تكتيكياً بالذخيرة الحية ضمن مجموعة القوات، كانت النتائج ترجمة حقيقية للجاهزية العالية لوحدات اللواء وقدرتها على تنفيذ أي مهمة مستلمة تحت أي ظرف كان. هذا التمرين بمثابة البرهان العملي والميداني للجاهزية التامة والاستعداد الكامل لردع ودحر كل خطر يهدد المساس بحرمة حدودنا الوطنية، حيث أبان من خلالها أفراد الكتيبة عن مدى تحكمهم في مختلف أنظمة الأسلحة الموضوعة في الخدمة. التمرين البياني إعصار 2022 مكاننا من اختبار مدى جاهزية وكفاءة أفرادنا في استخدام مختلف تقنيات الأسلحة. جل هذا في إصابة وتدمير جميع الأهداف المعادية ومدى التنسيق والانسجام مع باقي التشكيلات والأسلحة المشاركة. وهذا ما يعكس التحضير القتالي الجيد للأفراد ومدى تمكنهم من الاستغلال الأمثل لمنظومات المدفعية المتطورة والمقتنات حديثا. وهذا ما ينم فعلا عن مدى وعي الحساسية المهام والحرص الشديد للارتقاء بالجاهزية العملياتية. عقب ذلك قام السيد الفريق أول بتفتيش وحدات القطاع العملية شمال شرق إنميناس وبقية التشكيلات العسكرية المشاركة في هذا التمرين. بمقر وزارة الدفاع الوطني استقبل اللواء محمد الصالح بن بيشة الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني يوم 16 نوفمبر 2022 السيد محمد إسوفو رئيس الفريق المستقل رفيع المستوى لمنظمة الأمم المتحدة حول الأمن والتنمية في الساحل، حيث تبادل الطرفان وجهات النظر حول الوضعية السائدة في المنطقة وسبل تعزيز السلم والتنمية فيها. في إطار الزيارات الإعلامية الدورية المنفذة من طرف لجنة الدفاع الوطني بالمجلس الشعبي الوطني إلى مختلف هياكل الجيش الوطني الشعبي، قام وفد من هذه اللجنة البرلمانية يوم 10 نوفمبر 2022 بزيارة عمل إلى مقر قيادة القوات البحرية الشهيد سويداني بوجمعة، أين كان في استقبالهم اللواء قائد القوات البحرية. قام بعدها الوفد بزيارة مختلف مرافق القوات البحرية أين تلقوا شروحات وافية حول تاريخ البحرية الجزائرية وتعرفوا عن قرب على مهامها المتمثلة في حماية مياهنا الإقليمية. في إطار التعاون العسكري الجزائري التونسي أشرف اللواء محفوظ بن مداح قائد القوات البحرية يوم 17 نوفمبر 2022 بميناء الجزائر على تفتيش الغراب قاذف الصواريخ رئيس حسن بربيار رقم 807
الذي سيشارك في التمرين المشترك الجزائري التونسي والمعنون المرجان 2022 في طبعته السابعة، وذلك في الفترة الممتدة من 21 إلى 27 نوفمبر 2022 في المنطقة البحرية شمال تونس. التمرين مرجان 2022 يهدف إلى تدعيم وتطوير التعاون العملياتي ما بين البلدين في مجال المراقبة والأمن البحري، خاصة فيما يتعلق بمراقبة الحدود البحرية، مكافحة الإرهاب والأعمال المحظورة في البحر. تحت شعار توسيع الشراكة بين أهم الفاعلين في مجال المناولة الصناعية المحلية، انطلقت الطبعة السابعة للصالون الدولي للمناولة، وهذا بقصر المعارض الصنوبر البحرية في الفترة الممتدة من 14 إلى 17 من نوفمبر الجاري، وهذا تحت إشراف وزير الصناعة السيد أحمد زغدار. هذه التظاهرة التي تشكل فضاء حيويا وفرصة لربط علاقات شراكة بين مانحي الأوامر والمؤسسات المناولة، وأيضا مجالا هاما لإبراز قدرات النسيج الصناعي الوطني للمناولة، عرفت مشاركة الجيش الوطني الشعبي بحوالي 9 مؤسسات اقتصادية ذات طابع تجاري تابعة لكل من مديرية الصناعة العسكرية وكذا المديرية المركزية للعتاد، وهذا ما يعكس الرغبة الملحة للقيادة العليا للجيش الوطني الشعبي من خلال تطوير المنتوج المحلي والرفع من عدد العقود المبرمة مع المؤسسات الوطنية والخاصة. فرصة هامة للتعريف بمخابر تقييم المطابقة والنوعية التابعة للمديرية المركزية للعتاد، وكذا إبراز أهمية علم القياس في تحديد أي منتوج للمعايير الدولية. إحنا رانا فرحانين اليوم كثير بهذا المعرض، خاصة لما شفت أن هناك شركات حكومية وشركات عسكرية راهي تساهم في الاقتصاد الوطني. ما كنتش داير في بالي بلي كاين شركات عسكرية يخدموا منتوجات كما هادو. ديجا مام هاد الشركة تاع لانجيكسيون ميتاليك واش عارف بلي عندنا شركة عسكرية ديرها، هي حاجة مليحة لبلادنا. هاكا مام ماشا لي سوسيتي اللي كاينين في الجزائر تاع الاندستري اللي عندهم مشكل تاع اون بياس ولا ما يقدروش يمبورتيوها، اي كاين شركة اللي تقدر توفر لهم هاد لي بياس. للتذكير فإن هذه التظاهرة التي عرفت مشاركة أكثر من 90 عارضا تعد أرضية هامة للإعلام والتبادل المشترك المبني على علاقات ثنائية، وتعد فرصة هامة لمؤسسة الجيش الوطني الشعبي للقفز بمستوى التبادل الاقتصادي والتجاري إلى مستويات قياسية في إطار السعي الدائم لدعم الاقتصاد الوطني. في إطار تجسيد التعاون الثنائي العسكري بين الجزائر ومنظمة حلف شمال الأطلسي، عقدت يوم 15 نوفمبر 2022 جلسة عمل على مستوى مقر اللجنة الدائمة لإدارة التعاون العسكري مع منظمة حلف شمال الأطلسي، وذلك بين خبراء من وزارة الدفاع الوطني ونظرائهم من المنظمة. هذا الاجتماع الذي ترأسه العميد ممثل قيادة القوات الجوية في اللجنة الدائمة لإدارة الحوار المتوسطي مع منظمة حلف شمال الأطلسي، والذي انعقد مع وفد من المنظمة برئاسة رئيس فصيلة الجنوب قسم التعاون الأمني لحلف الناتو، تناول دراسة تقييمية لحصيلة النشاطات لسنة 2022 ومناقشة برنامج السنة المقبلة. إحياءً لذكرى استشهاد الشهيدة الرمز شايب دزاير، وتحت شعار من جيل إلى جيل دور المرأة في ثورة التحرير وبناء الوطن، نظمت المنظمة الوطنية للمجاهدين يوم 19 نوفمبر 2022 بالنادي الوطني للجيش ملتقاً وطنياً حول شهيدات الثورة التحريرية تحت إشراف وزير المجاهدين وذوي الحقوق ممثل المنظمة الوطنية للمجاهدين خنسوات ومجاهدات ومجاهدين ووجوه وطنية وعربية إعلامية وسياسية. الملتقى كان فرصة لتسليط الضوء والتذكير بكفاح المرأة الجزائرية أيقونة التحدي ونموذج التضحية، وكانت اليوم الشهيدة شايب دزاير هي النموذج.
هذا التكريم اللي قامت به وزارة المجاهدين حول الشهيدة وتسليط الضوء على حياتها وعلى تاريخها، هذا الشيء فرحنا احنا كعائلة ثورية. نحن سبلات الأمة اليوم بأن نلتقي بالمجاهدات الكريمات بطلات الثورة، قدواتنا وقدوات بنات الجزائر، ونسأل الله العظيم أن يعطينا العون والتوفيق لنكون خير خلف لخير سلف. فالتقدير مستحق لما قدمته المرأة وما تقدمه خدمة للوطن. في إطار التعاون الثنائي بين الجزائر ومنظمة حلف الشمال الأطلسي، تحتضن المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسة مهندس بيرويبا في الفترة الممتدة من 20 نوفمبر 2022 إلى غاية 26 جانفي 2023 فعاليات أشغال الدرس المعنون أمن الشبكات من تنظيم مصلحة الدفاع السيبراني ومراقبة أمن الأنظمة التابعة لدائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع منظمة حلف الشمال الأطلسي، حيث أشرف العقيد رئيس مصلحة الدفاع السيبراني ومراقبة أمن الأنظمة على افتتاح أشغال هذا الدرس بحضور إطارات من وزارة الدفاع الوطني وممثلين عن منظمة حلف الشمال الأطلسي، والذي نوه في كلمته إلى الأهداف المرجوة من هذا الدرس الذي سيساهم لا محال في صقل معارف ضباط الجيش الوطني الشعبي وإثراء معارفهم. يهدف هذا الدرس بالخصوص إلى تعزيز معارف ومهارات الضباط المتربصين في مجال الدفاع السيبراني ومراقبة أمن الأنظمة، بالخصوص فيما يلي: تحديد وفلترة التدفق الخبيث للشبكة باستعمال طرق التحقيق من الهوية، التعرف على توقيع الهجمات، حماية تدفق الشبكات بآليات واستعمال التشفير. مثل هذه الدورات التكوينية تهدف بالأساس إلى تعزيز المعارف التقنية لضباط الجيش الوطني الشعبي، خاصة كل ما تعلق بالأمن السيبراني وكذا تأمين شبكات الإعلام الآلي، ناهيك عن التعرف أكثر على الأساليب والإجراءات المعتمدة داخل منظمة حلف الشمال الأطلسي في مجال الدفاع السيبراني. في إطار تنفيذ البرنامج السنوي للنشاطات الرياضية العسكرية الوطنية والدولية للموسم الحالي، احتضنت مجموعة المقر العام لقيادة الحرس الجمهوري يوم 14 نوفمبر 2022 فعاليات البطولة الوطنية العسكرية للتايكواندو ذكور وإناث، وهذا بمشاركة 20 رياضيا يمثلون مختلف قيادات القوات، النواحي العسكرية، المدارس العليا والتطبيقية. مجريات البطولة تميزت بتنافس شديد وأجواء مفعمة بروح رياضية، قدم من خلالها اللاعبون عروضا فنية شيقة. وبعد 4 أيام من التنافس أسدل الستار على البطولة الوطنية العسكرية للتايكواندو في حفل اختتام خصص لتسليم الميداليات للفائزين، حيث عادت المرتبة الأولى لقيادة الحرس الجمهوري والفوز بكأس البطولة. نشكر كل الرياضيين على المجهودات المبذولة من بداية الموسم ليومنا هذا. نشكر قيادة الحرس الجمهوري على توفير كل الإمكانيات والرياضيين كذلك على المجهود المبذول. بفضل المجهودات والتدريبات تحصلنا على المرتبة الأولى للمرة الخامسة على التوالي. كما احتضنت المدرسة الملحقة بالأكاديمية العسكرية لشرشال الشهيد عبان رمضان يوم 21 نوفمبر 2022 فعاليات البطولة الوطنية العسكرية لسباق التوجيه ذكور وإناث بمشاركة 167 رياضيا يمثلون 21 فريقا من مختلف قيادات ووحدات الجيش الوطني الشعبي. هذه التظاهرة الرياضية تهدف إلى اختبار القدرات البدنية والفكرية وتطوير حسن الملاحظة، حيث كان التنافس كبيرا بين الرياضيين من خلال إبراز مهاراتهم في اكتشاف المعالم بفضل القراءة الجيدة للخريطة والاستعمال المتقن للبوصلة. المدرسة الوطنية للصحة العسكرية الشهيد قاضي بكير بعين النعجة
احتضنت هي الأخرى يوم 21 من نوفمبر 2022 فعاليات البطولة الوطنية العسكرية ما بين المدارس لكرة السلة. المنافسة عرفت مشاركة 13 فريقاً يمثلون مختلف مؤسسات وهياكل التكوين التابعة للجيش الوطني الشعبي. البطولة تميزت بتنافس رياضي نزيه والمستوى الجيد، وهذا من أجل الظفر بالمراتب الأولى. موجودين اليوم للبطولة الوطنية للمدارس العسكرية حتى نتابع المستوى ونتابع الأفراد ونشوف إذا فيه لاعبين يعني اللي عندهم مؤهلات يعني باش يكونوا في المنتخب يعني للمستقبل. مثل هذه المنافسات يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي لمختلف النشاطات وحرصها الشديد على تكوين رياضيين أكفاء في كافة الاختصاصات، مما يسمح بتشكيل فرق وطنية عسكرية قادرة على تمثيل الجيش الوطني الشعبي في مختلف المنافسات الوطنية والدولية. أرض الجزائر الطاهرة هي قصة أرض مباركة وشعب أصيل خط صفحات التاريخ وسجل بإكبار أسمى معاني الارتباط الوثيق بأرض الآباء والأجداد. هي الشخصية الجزائرية الخالصة التي دافعت عبر التاريخ عن أرضها وعرضها وتصدت لكل الحملات الاستعمارية المتوالية التي استباحت أرض الجزائر وسعت بكل ما أتيت من قوة إلى طمس الهوية الجزائرية الضاربة بجذورها في عمق التاريخ. هو الشعب الجزائري الأبي الذي انتفض ضد قوى الظلم والطغيان وتصدى ببسالة لجبروت أعتى القوى الاستعمارية، مفجراً بذلك إحدى أعظم الثورات المعاصرة في العالم، ثورة نوفمبر العظيمة، عظمة الشعب الجزائري الذي أسس لتاريخ مجيد لأمة ناضلت وكافحت من أجل الحرية والانعتاق، أمة آمنت بعدالة قضيتها وضحت من أجلها بكل غال ونفيس. هي مسيرة طويلة لشعب أبي ولد من رحم المعاناة واسترجع حريته وكرامته بالدم والنار من أجل العيش في وطن كامل السيادة اسمه الجزائر، وما أدراك ما الجزائر. عنوان للنضال والكفاح ونموذج يقتدى في التضحية والإرادة الصلبة لأبناء الوطن الواحد الذين توحدوا لأجل نصرة قضيتهم المشروعة. الجزائر ومنذ استقلالها وإلى اليوم هي صوت حق دائم ظل يرافع من أجل إرساء السلم ونصرة القضايا العادلة والشعوب المستضعفة في العالم. دافع للشعوب كما دافعوا علينا احنا في وقتها، ضامنوا معنا نضامن معاهم. احنا ما ننكرش الخير، احنا بنفسنا ما نقبلناش الاستعمار وحاربنا الاستعمار واستشهد ملايين جزائريين لطرد الاستعمار. كيفاش اليوم انا نأيد الاستعمار؟ كيفاش نأيد الاستعمار مبدئيا؟ فلسطين هي القضية الجوهرية، احنا ماناش خادينها لا من الجانب العنصري ولا من اي جانب اخر ما عدا جانب الاستعمار. ما نقبلش الاستعمار، هذا ما كان. ثورة نوفمبر الخالدة هي ثورة حملت العديد من الدلالات والقيم السامية، فمن جيش التحرير إلى الجيش الوطني الشعبي سيبقى نوفمبر المرجعية الأبدية لهذه المؤسسة العريقة التي استلهمت من تاريخنا المجيد أسمى المبادئ والقيم. مؤسسة دستورية تمتلك اليوم كل عناصر القوة والكفاءة من أجل الدفاع عن السيادة الوطنية وإرساء السلم والأمن والاستقرار في محيطنا الإقليمي والدولي.
يكفي أفراد جيشنا اعتزازا أنهم استطاعوا بناء قوة دفاعية كانت ولا تزال درعا وقيا من أخطار المراحل الصعبة التي تخلت عملية بناء دولتنا يحدوهم في ذلك إيمانهم الراسخ في حقنا كأمة أن نضطلع بدورنا الريادي والمحوري في منظومتنا الإقليمية ونساهم بفعالية في تعميم نعمة الأمن والاستقرار. هذه الأبيات لخصت قصة حال أرض الجزائر عبر التاريخ التي كانت تحمل العديد من الأسرار لتلك الإرادة الإلهية التي جعلت من ساكنة هذه الأرض المباركة تثبت عند الشدائد، تقاوم ببسالة وتنتفض ضد كل المخططات التوسعية والاستيطانية. الحديث عن المقاومة وعن التصدي وعن الدفاع عن الوطن بالنسبة للجزائريين ليست مجرد اختيار، وإنما هي عقيدة أو أكثر من عقيدة. ينقول قد تدخل في جينات الشخصية الجزائرية عبر التاريخ، وهذا ما حير الغزاة وحير المحتلين وكل من حاولوا التعدي على هذه الأرض. الجزائر الجزائري عبر التاريخ رافض للظلم، رافض للاحتلال، رافض لسلب سيادته. ولنا في التاريخ الطويل العديد من الأمثلة، وكم هي الجيوش التي انكسرت شوكتها على حدود الجزائر. الجزائري دائما تواق للحرية. الجزائر مرت بحضارات عبر الأزمنة، وكذلك تعرضت إلى أطماع خارجية. في النهاية كانت الجزائر مقبرة للغزاة. إذا عدنا إلى الرومان أو عدنا إلى الوندال أو البيزنطيين، إذن كانت فعلا الجزائريين دافعوا عن أرضهم وعرضهم منذ القديم. الشعب الجزائري عانى من بطش الاستعمار الفرنسي الذي استباح الأرض والعرض وسعى بكل ما أوتي من قوة إلى كسر عزيمة الشعب الجزائري وطمس هويته، منتهجاً في ذلك كل الأساليب القمعية من تعذيب وتشريد وتهجير في حق شعب أعزل لم يقبل المساومة ولم يستسلم، رغم أنه كان يعي كل الوعي بأن فاتورة الحرية ستكون باهظة الثمن. الجزائري وفي لعقيدته التي ورثها منذ قرون وقرون، قلب وجدنا يوم من جوان 1830، يعني قبل سقوط العاصمة بمجرد دخول الفرنسيين، إلى غاية جويلية 1962 لم يكن في حدث مرتبط بالمقاومة، سياسي، عسكري، إعلامي، دبلوماسي. وقلما وجدنا أيضا يوم لم يسقط فيه شهيد
على هذه الأرض الطيبة. الجزائري دافع عن أرضه وعرضه وشرفه في مقاومات مست من الشمال الجزائري إلى أقصى الجنوب، آخرها كان احتلال تندوف في 1934، وشفنا دور الكثير من القبائل دافعت إلى آخر رمق. عزيمة الشعب الجزائري ورفضه الانصياع للسياسة الاستيطانية الاستعمارية تعززت أكثر مع بداية تشكل الوعي السياسي وظهور الحركة الوطنية التي سعت بالطرق السلمية للمطالبة بالاستقلال واسترجاع الأرض وحقوق الشعب المسلوبة، إلا أن هذه المساعي قوبلت بتعنت فاضح للمستعمر بارتكابه جرائم عديدة. مجازر 8 ماي 1945 أظهرت الوجه الحقيقي للمستعمر وأكدت مما لا يدع مجالاً للشك بأن العمل المسلح أصبح الخيار الأنسب لتحقيق الاستقلال. أشهر بعد نهاية الحرب العالمية الثانية تظهر منظمة شبه عسكرية، هي المنظمة الخاصة، ويظهر خيار العمل العسكري من جديد ويطرح للنقاش في أوساط السياسية الجزائرية، ويصبح مربط الفرس في كل لقاء بين قادة الحركة الوطنية إلى غاية أول نوفمبر 1954. إذن العودة وخيار العودة للعمل المسلح لم يكن مجرد خيار هكذا، وإنما هو تتويج لمسار طويل من المقاومة. رغم أن المنظمة الخاصة اكتشفت في 18 مارس 1950، لكن لم يتم اجتثاث فكرة الكفاح المسلح من عناصرها، سواء الذين تم إلقاء القبض عليهم أو الذين بقوا كقوى شبابية سليمة ومصممة. تأكد الشعب الجزائري بأن الحرية تؤخذ ولا تعطى، ازداد الوعي الوطني والشعبي بضرورة الانخراط في المشروع الثوري، حيث أخذت على عاتقها النخبة المثقفة ومناضلون في الحركة الوطنية مسؤولية التخطيط والتحضير لتفجير الثورة، حيث كان تاريخ 27 جوان 1954 بمثابة المنعرج الحاسم للفصل في خيار العمل المسلح على إثر الاجتماع التاريخي لمجموعة 22 التاريخية. نعم أو لا، هل نحن ثوار؟ إذن ماذا ننتظر للقيام بهذه الثورة؟ إذا كنا صادقين مع أنفسنا، مجموعة 22 هما اللي عنوا الحرب على فرنسا، لخاطر ما كانش المجموعة الأخرى السياسيين لا مش اليوم غدوة خليوا بعد غدوة، لكن المجموعة هذو قال نديروها ولو بالحجر، لازم نعنوا الحرب على فرنسا. هذيك اللي عنوا الحرب على فرنسا أول نوفمبر 54، قرار مصيري يتخذ وشجاع جدا ومسؤول، ولهذا يرد في بياني أول نوفمبر شباب مسؤولين. إذا مبادرة شباب مسؤولين ليست بالمغامرة، لأنهم سطروا ودرسوا هالأمور ومروا بمراحل وليس بهكذا صدفة. بيان أول نوفمبر التاريخي جاء ليحدد معالم المشروع الوطني التحرري الذي كان يحتاج آنذاك للتعبئة الشعبية الواسعة لتفجير الثورة في كامل ربوع الوطن. بدوره الشعب الجزائري الباسل استجاب طواعية لنداء الوطن وانخرط بقوة في المشروع الوطني التحرري. بيان أول نوفمبر أو شهادة ميلاد الثورة أو الوثيقة الخالدة كما نسميه كان مفتاح الانتصار، لأنه وضع الثورة في إطارها العام على الصعيد الداخلي، في إطار علاقاتها مع دول الجوار
الدول المغاربية ودول المغرب العربي وشمال إفريقيا في محيطها العربي والإسلامي في محيطها الدولي، وخطبت أيضا أحرار العالم وفتحت نافذة الحوار مع الطرف الآخر في حالة الاستجابة، لأنه لم يكن بيان حرب فقط وإنما أيضا بيان سلم، لأنه دعا الطرف الفرنسي المحتل إذا استجاب لشروط الجزائريين في التفاوض حول النقاط المحددة والتي لا يمكن التنازل عنها، السيادة الوطنية والوحدة الترابية، فنحن كجزائريين كقادة مستعدين أيضا للمعركة الدبلوماسية وللتفاوض منذ البداية، منذ إعلان بيان أول نوفمبر، ولهذا البيان حمل في طياته انتصار الثورة وانتصار خيار العمل المسلح. بيان أول نوفمبر وثيقة تاريخية وجهت للشعب الجزائري ودعته لمباركة خيار العمل المسلح والتحلي بروح المسؤولية اتجاه الوطن. استرجاع السيادة الوطنية تقرر رسمياً يوم 1 نوفمبر 54. الجزائر عنده موقف، وموقف نبيل.